مشاهدي شبكة ان تي ان وقناة ناين لايف كل مكان بنصبح على حضراتكم، بنبتدي معاكم يوم جديد في نهارك سعيد. النهارده الثلاث 7 فبراير، بنتمنى ان شاء الله يكون يوم مليء بالهدوء والتعقل والصراحة. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير رانيا، صباح الخير مشاهدي ناين لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. اخيرا كلنا استقرينا على قرار نهائي، اتمنى ان هو يكون قرار نهائي، ان انتخابات رئاسة الجمهورية 10 مارس. أخيرا استجاب لأصوات الثوار إن إحنا لازم نعجل. أخيرا وصلنا لقرار في هذا الموضوع، نتمنى إنه، وعرفت إن هو رانيا إنه هيبقى في خلال 3 أسابيع، يعني الانتخابات الفترة يعني مش طويلة، ترشح نفسك وترشح نفسك وتوصل في الآخر إن إحنا بعد 3 أسابيع تقريبا يبقى عندنا رئيس جمهورية إن شاء الله. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة جمهورية مصر. شفتي رانيا امبارح مجلس الشعب؟ شفت بالحقيقة، يعني أنا الحقيقة عندي بس نقطتين يا أشرف كان يهمني إن احنا نقولهم في المقدمة، وهي أولا إنه لجنة تقصي الحقائق في أحداث أو في مجزرة بورسعيد الحقيقة أشارت إلى إنه ابتدوا يتوصلوا إنه بالفعل الأحداث دي مدبرة. تفاصيل أكتر هنعرفها يمكن من خلال النهاردة، من خلال بكرة، وكانوا بيقولوا إنه لجنة تقصي الحقائق هتشتغل لحد يوم الخميس، فأفتكر إنه قدامنا بس يومين ونوصل للحقيقة. كويس إنه اللي بنتوقعه الحمد لله بيطلع حقيقي. فيا ريت كل لجان تقصي الحقائق في كل الاحداث اللي فاتت نبتدي بقى نشتغل بسرعه، ما دام ابتدينا نشتغل بسرعه ونبتدي نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. مشكله الداخليه واعاده هيكله الشرطه افتكر كمان مشكله كبيره جدا، اللي بيحصل عند وزاره الداخليه ماساه بكل اشكالها، فاعاده هيكله الشرطه مهم جدا. اقتراحاتنا ايه بقى للموضوع ده؟ هو ده اللي المفروض يتم بحثه في مجلس الشعب، ازاي نقدر نعيد هيكله الشرطه. هو في اليومين اللي فاتوا دول في قرارات كتيرة اتخذت الحقيقة أكيد في مصلحة مصر وأكيد في مصلحة الأحداث. موضوع بورسعيد أنا من أول يوم بقول يا جماعة ما احنا بقالنا 7000 سنة بنلعب كورة. بالظبط. عمرنا لقينا في ماتش كورة في حاجة و70 واحد اتقتلوا؟ بالظبط. أكيد في حاجة مدبرة، شيء طبيعي يعني، من غير لما نقعد واضحة جدا يعني كل الملابسات واضحة. مش لازم تبقى خبير جنائي ولا لازم تبقى بتشتغل في الشرطة عشان يعني لو بتتفرج على أفلام كمواطن عادي بسيط هتقدر تعرف إنها مدبرة. مجلس الشعب شفتيه امبارح؟ الحقيقه ما شفتوش كله. وانا كمان برضه ما شفتوش كله لان هم بيقعدوا بساعات طويله قوي. لكن يعني اكيد 100% انبوبه البوتاجاز هامه جدا لكل مواطن مصري طبعا 100%، لكن احساسي انه سايبين اللي بيحصل في الشارع اللي وراهم، واخد بالك، مش قادر يعني مش قادر اتقبله او مش قادر استوعبه او مش قادر يعني افهم ايه يعني ايه السبب ان انا احداث اللي ورايا في وزاره الداخليه، الامن نفسه بيحصل له مشاكل، والناس طبعا اللي قدام وزاره الداخليه الناس ممكن تكون بتتعور وبتتهان يعني، وسايبين اللي بيحصل ده. وان احنا النهارده هنتكلم في موضوع الانبوبه الغاز وانبوبه، اكيد حاجه مهمه يعني اكيد حاجه طبعا مهمه. طبعا هي حاجه لكن مهمه. هقول لك ليه اشرف، لانه حقيقي في ناس كتير قوي بتعاني من الموضوع ده، وتحديدا الناس بقى اللي بتشتغل في القصه دي بقت بالنسبه لهم سوق سودا يعني حقيقي، فيها سرقه وفيها تجاره غير شرعيه بشكل غير طبيعي حقيقي في انبوبه البوتاجاز. بس افتكر انه نزيف الدماء اللي حاصل اهم يعني حاليا يعني في الوقت الحالي عندنا مشكله نخلصها وبعدين نتكلم في انبوبه. عموما دي حاجه من ضمن الاحداث اللي حصلت كتير في مجلس الشعب امبارح، عشان كده النهارده عندنا فقره خاصه وهي الاستاذه ولاء حسين رئيس قسم البرلمان بروزا يوسف، هتكلمنا عن احداث كتير قوي وال يعني هنفتح في عدة مواضيع. عندنا ايه تاني سريع؟ طبعا بداية اليوم هنبتدي بفقرة الصحافة مع الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية الأستاذة أمينة خيري. ده طبعا عرض الأهم عناوين الصحف النهاردة في كل الجرايد. هيكون كمان معانا الكاتب والمفكر الأستاذ كمال زاخر موسى، هنتكلم معاه بشكل عام عن الأحداث الجارية وعندنا كمان رؤيته لكل المشاهد اللي بتشوفها. وعندنا كمان الأستاذ طلعت إسماعيل نائب رئيس تحرير جريدة المشهد الأسبوعي، هنفتح معاه طبعا كل الأحداث، إنما برضو هنبقى شوية بنتكلم في موضوع فتح الترشح لرئاسة الجمهورية. خلينا نروح فاصل سريع جدا، وزميلتي رانيا وأمينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية. صباح الخير.